خليك انا جاي لك انا جاي لك زي ما على مهلك على مهلك خالص نزل دي الاول ايوه انتي كميلة خالص زي الفل اهو ما هو فل اهو الحمد لله راح. يلا بينا وصلنا الفيلا يا حاج الحمد لله الحمد لله لا ما تتصلبطش بقى ما كانوش 30 طعمه والله تعبان تعبان ابو اللي بيكلمك ده يا حاج اتفضل على مهلك على مهلك الوصية ها؟ مكسوفين تتضايقني سنة لا مفيش منك الكلام ده خلاص معلش تعبناك يا دودي والله خلصكوا ايوه طب تكتب؟ يلا هنا فين؟ اي حاجة بقى ايوه يا ما انت كريم يا رب خلاص كده؟ الحمد لله خلصتوا المهمة بتاعتكوا؟ والله يا ولد مش عارف اقول لكم ايه يعني احنا قضينا مع بعض ايام صعبة وقطع عصيبة وعرفتني حقيقتي و... بس بصوا بقى عارفين بقى لو شفت ظلكم قريب لا 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 يلا يا ابو بعد ما دودي عاش الماضي الوصية بيدنا ابوس ايدك بقى كفاية والمصحف زهقنا خد ما يبقى في ايتام احنا بقى نكلمك غير كده شكرا كتر خيرك يا باشا شكرين انا بخدنا يا باشا في امان الله مع السلامة يا رب يا ساتر الحمد لله